go there and wear it, wear your yellow t-shirts, okay? Today you're going to see four different worlds. You're going to see the marine species, you're going to look at the plants, and you're going to look at the bacteria. You know what is a bacteria? Yes. You know? Good. And also you're going to see the plants, okay? And I want you to have fun, ask a lot of questions, okay? تأتي مبادرات التوعية بأهمية المحافظة على موارد الوراثية واستغلالها بشكل مستدام ضمن رؤية مركز الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية. نظمنا نحن المجلس البحث العلمي هذه الفعالية لطلبة المدارس. هدف الفعالية توعية الطلبة. تتضمن هذه الفعالية أربعة عوالم، وهي عالم النباتات، عالم الحيوانات، عالم البحار، وعالم الميكروبات. هذا ماء البحر، شوفوا هذا ماء البحر، ادخلوا وصف، ادخلوا ماء البحر ازرق، لا البحر ما ازرق ولا وصف، هذه كائنات حية دقيقة تعيش في مياه البحر، زين، وهي تكون بيوت اسماك موجودة هنا، شوفوا. هذا القسم نتحدث فيه عن السلسلة الغذائية البحرية، نوضح فيها الأسماك كيف هي تتغذى وكيف تتكون السلسلة، بداية من المنتج الأول النباتات، فنبدأ بها، بالتالي تبدأ الأسماك الصغيرة اللي تأكل النباتات والطحالب، ثم تأتي الأسماك الكبيرة تأكل الأسماك الصغيرة، ومن ثم تأتي الأسماك السطحية الكبيرة التي تأكل الأسماك التي أصغر منها، وهكذا تتكون السلسلة، ثم يأتي الإنسان فيصيد الأسماك. هنا نبين للأطفال أنه كيف الإنسان ممكن يحافظ على الأسماك ويحافظ على الثروة الثروة الحيوانية البحرية، بأنهم الإنسان أنه ما يصيد كل الأسماك وعدم الاستنزاف الكائنات هذه ونترك لها الفرصة التكاثر، من ثم يكون غذاء للإنسان، ونبين لهم كيفية المحافظة على البيئة البحرية كما نحن نحافظ على البيئة اللي يعيش فيها الإنسان. تزخر سلطنة عمان بعدد أو بتنوع أحيائي كبير في الحشرات والعناكب والأفاعي. فيما يقارب بناحية الحشرات تحوي سلطنة عمان ما يزيد عن 70 نوع من الفراشات العمانية، تختلف باختلاف البيئة والغذاء الموجود في البيئة، البيئات الجبلية الصحراوية والسهلية. كذلك تحتوي السلطنة على أعداد كبير من الأفاعي والعناكب المتعددة بحسب اختلاف البيئات والأغذية الموجودة في المنطقة. الملكة سموها الملكة، هذه الملكة الصورة، أنا ما حطيت ملكة هنا، الملكة ما تتحمل فيها الجو الحار. No, they bring the nectar from the flower. Yeah, but how can you know?
كل هذا نحن نحتاجه، فملعقة واحدة من العسل فيها كل هالمكونات اللي تفيدنا نحن في صحتنا، على أساس نشط العقل، بعدين تخلينا شطار في المدرسة في درجات عالية، صح؟ فمهم الصبح تاخذين ملعقة واحدة عسل تاكليها تروح المدرسة وانت نشط. طبعا عندنا اكثر من 1200 نوع من انواع النباتات متوزعه على عده بيئات في السلطنه على مختلف المحافظات. طبعا احنا اليوم كان هدفنا من المشاركه ابراز هذه النباتات واهميتها وكيفيه المحافظه عليها وتوعيه النشا، على اساس هم لما ينشأوا على منهج سليم. طبعا عندنا من ال 1200 نوع عندنا طبعا اكثر تقريبا 79 نوع. طبعا هذه الانواع ما موجوده في اي مكان في العالم الا في سلطنه عمان، وعلى هذا الاساس وجدت الحديقه للمحافظه على هذه النباتات والانواع الثانيه. فعندنا نحن في قسم عن الميكروبات البكتيريا، فعرفنا الطلبة على أنواع البكتيريا المفيدة مثل اللي نستخدمها في الحياة. عندنا البكتيريا يتحول الحليب إلى روب، وعندنا نعرفهم أنواع البكتيريا الضارة اللي تسبب الأمراض. فاستخدمنا بعض الأجهزة مثل المقاهر بس نراوي الطلبة أنواع البكتيريا المفيدة. فقسم ثاني عندنا الفطريات نعرفهم نفس الشيء المفيدة والضارة. عندنا فطريات الضارة نعرف الطلبة على الفطريات اللي تسبب العفن في الخبز أو الفواكه. إذا الحليب يتحول إلى روح الواسطة، البكتيريا الضارة؟ لا يا كثير البكتيريا. نشكر مجلس البحث العلمي على الفعالية اللي عملوها اليوم، التي أثرت جدا على الطلاب من حيث تعرفتهم بالنباتات الموجودة في عمان، الحيوانات الموجودة في عمان سواء في الماء أو على الأرض. فلاحظت أن الطلاب جدا مستمتعين بهذه الحدث، حتى التنظيم يعني لاحظنا أنه خلصنا من مجموعة ننتقل للمجموعة الآخرة. فشكرا جزيلا لكم على الجهود المبذولة لهذا الموضوع. الهدف من استهداف طلاب المدارس لأنه هو الجيل القادم اللي رايح يتحمل أعباء العلم وأعباء يعني التقدم العلمي والتكنولوجي في المستقبل. طلاب المدارس يعني يدرسوا هذه المواد على بصورة نظرية، يعني رؤيتهم لهذه الأشياء على الحقيقة على الواقع تؤدي لتثبيت هذا العلم يعني في رؤوسهم وفي ويعني ويعمق فكرهم يعني فهمهم لهذه المادة. فأنا أرى أنه من الضروري التفاعل على هذا المستوى مع الطلاب، لأنه هؤلاء هم علماء المستقبل، هؤلاء هم مستقبل عمان يعني. وإدخال الجانب العملي مع الجانب النظري شيء مهم في العملية التعليمية، وأعتقد أن دور مجلس البحث العلمي ضروري في هذا الجانب، يعني ليس فقط مقصور على الباحثين اللي هم يعني على مستويات عالية من الدرجات، ولكن يتطرق إلى جميع طوائف العلم سواء كانت في المراحل الأولى من الدراسة أو حتى المراحل المتقدمة
من الدراسة، فمن الضروري الاستفادة القصوى يعني من جميع مخرجات التعليم، ويفترض أنه إضافة الجانب العملي إلى الجانب النظري يعتبر مساعدة في العملية التعليمية بصورة عامة.